السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد سامي ودي أول حلقة لينا على القناة. قناتنا هتكون متخصصة في الكلام في التكنولوجيا، هنعمل فيها أنبوكسنج، هنعمل مقارنات ومراجعات بين الأجهزة المختلفة، هنحاول نغطي مؤتمرات الشركات الكبيرة اللي بتعلن فيها عن مواعيد الإطلاق لأجهزتها الجديدة أو أسعارها. هيبقى في حلقات مخصصة لترشيحات البرامج للمنصات المختلفة، هيبقى في سلسلة مخصصة للجيمز هنتناول فيها آخر الأخبار وطرق التنزيل والبرامج المساعدة، وهنعمل بنش مارك وجيم بلاي للألعاب الجديدة وقت نزولها. وإن شاء الله بدعمكم ومتابعتكم نقدر نقدم محتوى جيد متنوع ويا رب يكون مفيد. وفي أول حلقة لينا هنعمل أنبوكسنج لشحنة صغيرة وصلتني من سوق.com تحتوي على بعض القطع الخاصة بالسيت أب الجديد بتاع القناة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة الطرد وصل الحمد لله، مندوب لسه مكلمني من شوية، هنفتح طبعا الطرد. ما سألت المندوب الصراحة ايه حكاية الثوب اللي بيبعت في الطرد اليومين دول لسوق.com، ده انا كنت قلقان يعني. فدينا نفتح مع بعض اهو وربنا يستر ان شاء الله. ده الدول شوك جابه عشان يشتغل على البي سي. ده الماوس عندك الماوس، وده طبعا الوحش الاولى جيمنج كيبورد اللي هو البلو سويتش، ده النسخة البلو سويتش، وده الماوس باد. دي الماوس باد RGB برضو سعرها كان كويس جدا، قلنا ايه نجربها مع بعض كده. ودلوقتي انا حابب اعمل معاكم انبوكسنج صغير كده لحد لما ان شاء الله اجرب القطع دي كلها، وطبعا اقول لكم رأيي فيها، وهسيب لكم لينك بالمواصفات بتاعتها وبالاسعار وبالاماكن بتاعتها عامه. المنتجات كانت عباره عن الاولى جيمنج كيبورد النسخه البلو سويتش، الشكل الميتال، في منه شكل اسود وفي شكل ميتال، ده الشكل الميتال. وديت ماوس باد هي يعني مش RGB قوي، بس يعني هنفتحها دلوقتي ونشوف برضه ان شاء الله. ماوس باد، وده جيمنج ماوس ماشي شكله حلو الصراحه برضه. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده يا جماعه في الانبوكسنج بتاعنا هي الماوس باد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشكل بتاعها، تقيلة تقيلة وكريمة، ومعها طبعا ميكرو يو اس بي، معها كيبل ميكرو يو اس بي، بس خامته الصراحة متينة. البي سي مش جنبي دلوقتي، بس ممكن نجرب على باور بانك. طبعا هي فيها كذا مود، هي طبعا بس يعني نوعا ما مقبولة، بس المنطقة طبعا البعيدة عن الكيبل اضاءتها ضعيفة، بس هتبان بقى لما نوصلها ان شاء الله في بس نوعا ما مقبولة. ويهمنا طبعا التاتش بتاع الماوس عليها بقى، ده الاهم بالنسبة لنا يعني ان شاء الله. الجيمنج ماوس بيجي في علبة صغيرة زي ما انتم شايفين، شكله صراحة شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين، يعني هكاد يكون شكله احسن مكان في الصورة كمان. طبعا العلبة بتيجي مفيش حاجة، فيها دليل صغير كده عن الماوس، طبعا محدش بيبص فيه. الشكل بيقول كده ان هو ليه سوفت وير، يعني الدليل موضح ان فيه سوفت وير اهو.
ماوس شكله قيم جدا، الكليكات بتاعته طبعا ميكانيك، في كذا كي، ده طبعا بتاع الدي بي اي اكيد، ده الباك والفورورد. هنا طبعا يا جماعة في بيت كده صغير، لو انت بتستخدمها الجيمينج او حاجة هتحتاج تخليهم موجودين على طول. طبعا انت استخدامك لو منه هيبقى جيمنج اكتر، لا يفضل ان تسيبهم موجودين دايما. هو الصراحة الماوس شكله جميل جدا، الدول شوك بتاع بلاي ستيشن 3، بس طبعا احنا جايبينه ان شاء الله عشان نستخدمه على البي سي، لان طبعا ده يعتبر ارخص جيم باد متوفر فيها بلوتوث تقدر تشبكه على البي سي. الكيس بتاعته الدوسة بتاعتها جيدة نوعا ما يعني. طبعا وصلنا مع بعض لآخر حاجة، أولى جيمينج كيبورد 2088، ده كيبورد طبعا جيمينج مشهور جدا، بس التغليف بتاعه الصراحة يعني سيء. طبعا الأولى كيبورد ماركة مشهورة الأيام دي قوي طبعا، لأنها بتتميز بسعر منافس جدا. ده الموديل 2088 البلو سويتش، الظهر بتاعه ليه تعلية، والسلك بتاعه تشيلد متين، البلو سويتش طبعا. لو انت بتحب يعني بتحب تفضل انه يبقى فيه حروف عربية مطبوعة عليه، بتلزق بتجيب ستيكر احرف عربية وتلزقها عليه، بس طبعا مش هتنور يعني. الهاند اللي بتيجي معاه طبعا بتبقى لو انت قاعد تكتب ولا حاجة، مريحة جدا طبعا في الكتابة. بس كده يا جماعة، هي دي كانت الأربع حاجات اللي كنا طالبينهم من على سوق دوت كوم، وإن شاء الله هنرجع لكم بريفيو مفصل بيشرح أهم مميزاتهم وعيوبهم، هل سعرهم منافس وجيد بالنسبة لإمكانياتهم ولا لأ، هل في أفضل منهم في الفئة السعرية، هل خاماتهم كويسة ولا مش كويسة، وهنرجع لكم بالكلام ده كله إن شاء الله في الفيديو الجديد. شكرا، مع السلامة.